سلام. يعني ما فيش طريقة ان احنا نرجع فلوس هايدي غير ان كوريا تنصب على مروان؟ ما تقولش تنصب يا بابي، دي فلوسنا، بعدين مروان هو النصاب والحرامي. بس انا قلقانه قوي على كوريا يا نادر. ما تقلقيش يا هايدي، قولي الحمد لله ان احنا نجحنا في نص الخطة الاولاني وانتي خدتي براءتك. النص اللي جاي اسهل بكتير، وانا متابع مع البودي جاردات. بعدين ما تنسيش ابراهيم معاها، يعني هي مش لوحدها، فما تقلقيش. الو، ايه مروان خطفها؟ داكي يا ولاد الكلب، داكي دي الكلب. طيب انت مين اللي زقك عليا؟ ها، انا خسرت كام؟ 25 مليون. دول ولا حاجة قصاد ان انا اعرف مين ولاد الكلب اللي زقينك عليا. ها، قول يا بنت، قولي وانا نغنغك. انت فاهمة؟ هنغنغك واخليكي تعيشي العيشة اللي امك حتى ما تحلملكيش بيها. انطقي وقولي. كده كده تلف على خلقة ربنا. الله يسامحك، الله يسامحك. انطقي يا بت، انطقي. انا هتحرك فورا واعمل تحريات عن كل علاقات ومعارف مروان، واكيد هو مش هيتحرك في دايره اوسع من كده. لا يا علاء، احنا محتاجين نتحرك اسرع من كده. انا كلمتك النهارده عشان انت اكتر واحد ممكن يساعدنا نوفر الوقت. ده وقت التحريات على بيه، مش وقته خالص. الراجل اللي اسمه مروان ده راجل واعي، واكل مال البلد، مش بعيد يتاوي كوريا ويقتلها عشان خاطر ابيه. يا محامي يا كبير، اتصرف لنا في كوريا، هتموت من بين ايدينا. انا عارفه حد يعرف كل تحركاته والحاجات اللي هو بيعملها، بس مش عارفه اخليه يتكلم ازاي. مين هو؟ المحامي بتاعه ماجد. ده راجل معبده ودينه الفلوس، بس انا اعرف اجيبه ازاي. انا هفهمه ان انا عايزه يمسك شغلي وهديله اللي هو عاوزه، هيجي على مالا وشه. ايدك الباكي، انا اول مره اشوفك كده يا صاحبي. اهدى يا سوكا، دي كوريا، انت جننت. خلاص نتصل بعم شكري ونطب على السيد عيد هي وابوها، ومن الاخر كده الموضوع يخصهم. اكلم عم شكري اقول له عم شكري انا عويل وبنت اختك اتخطفت مني. انا لا هكلم شكري ولا هروح لهايد. امال هتروح فين بس؟ هنروح للاجواء. الو، انا جوانا حبيبه قلبي، انت فين؟ الله يخرب بيت امك. يعني مروان رجع مصر ورجع الفلوس البنك؟ والله دي اخر حاجه الواحد كان ممكن يحلم بيها. ابتدينا بقى الاستهبال والاستعباط. بقولك انا جوان، انجزي في ليله اهلك السودا دي. عليا النعمه، لو مروان قلب عقله مع كوريا مش هتكفيني فيها رقبه. الله، وانا اعمل لكم ايه؟ ما تروحوا تدوروا عليه، انا مش عارفني مكانه فين. طب بص يا بنت الحلال، انا استجدعت معاكي مرتين قبل كده، مره لما اديت دم لامك ومره تانية لما رجعتك من الغربه. هتستوسخي هعمل معاكي اللي ما عملوش مروان. بص يا مزه، احنا مش عايزين لك اذى ولا عايزين لك شر، ومن الاخر كده انت عارفه مروان بيروح فين ويجي منين. ومن الاخر يا بنت الحلال، انت هتنقذي روح ماشي ولا مش ماشي؟ ولا خليك ابداكي يخلي وشك زي وكلت البلح. ما تنجزي يا بنت. بص يا ابراهيم، مروان كان عنده شقه في 6 اكتوبر، بقاله كتير مش بيروح، وبعدين محدش يعرف اي حاجه عن الشقه دي، يعني اكيد مخبي قريب بيتكم هناك. انا هكتب لكم الموبايل. يا
يلا سوق. يلا يا بنات قوموا عشان نلبس. يلا يلا حبيبتي بسرعة. طب والله العظيم يا أستاذة أنا ما أعرف أي حاجة عن الموضوع اللي أنتوا بتتكلموا فيه ده. مكان سري ومروان بيمس خبي فيه؟ لا 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 لا، ده كلام غريب جدا عليا. وبعدين أنا محامي مش سكرتيرة مروان بيه. أنت بتقول إيه يا أستاذ ماجد؟ أنت أكتر واحد يعرف كل حاجة عن مروان، أنا كنت مراته وبقول لك، أنت كنت تعرف عنه حاجات أنا شخصياً ما أعرفهاش. ما تتكلم يا ماجد، الحكاية مش ناقصة لعيبك دي. ما يصحش كده يا أستاذ أبو طالب. يا ماجد بيه أنا ضابط مباحث، ودكتور نادر أستاذ في القانون. لو أنت اتسترت على مروان وحصل لكوريا حاجة هتبقى مشاركه في جريمته. لا أنا كده بقى لازم أمشي، أنا مش هسمح بالاتهامات وإن الكلام يوصل للمستوى ده أبداً. لا ده أنت كده بقى يبقى ناويتها النهاردة. طلع تليفونك. لا أنا مش هسمح. طلع تليفونك. افتح التليفون ده هايدي وشوف المكالمات اللي فيه. هو مكلم مروان امبارح بالليل. شفت؟ يعني أنا ما أعرفش عنه أي حاجة. استنى استنى. ده في واتساب بعتها له مروان. بعت له فيها صورة كوريا. بيقول له هي دي، بيقول له اه. ده انت بقى اللي قايله على كوريا. طب والله العظيم ما اعرف اي حاجه. ده مروان بيه قال لي اراقب هايدي هانم وابوها، وبعدين قلت له دي معاها واحده حلوه قوي. قال لي تعرفها؟ قلت له لا. راح بعت لي صورتها وقال لي هي دي. قلت له اه هي دي. ما اعرفش اكتر من كده ولا اعرف عنه اي حاجه تاني. لو حصل لها حاجه هتبقى مشاركه في جريمته. يا بيه احب على قدك يا بيه، عشان خاطر ده، عشان خاطر ده بيه كوريا هتموت من ديلا. قول لنا مكانه فين ولبس صالح باي حاجه. ما انا ما اقدرش اقول لكم على اي حاجه. انا ليا نص مليون جنيه عند مروان، ولو قلت لكم على اي حاجه مش هشوف. انا هدي لك شيك بنص مليون جنيه تقول لنا فين مروان. يا بنت الكلب بتدينا العنوان غلط. اما تاويت اللي جابوها. اسمع كلامي يا صاحبي، احنا نطب على الست هايده هي وابوها، ومن الاخر كده نجوان دي شمال الشمال. ماشي. السلام عليكم. ازيك يا عمي؟ خشوا يا بنات. نجوان انت اللي جابك؟ انت ليك عين تورينا وشك تاني؟ معلش يا عمي انا اسفه على اللي حصل كله. وبعدين نفسي حضرتك لو تقول لهايدي ان انا بجد اسفه، ويا ريت لو تسامحني. هو ايه اللي اسف؟ انت دلقت شاي على مكتبها؟ ده انت دمرت لنا حياتها كلها. وليك وش تيجي تفضلي هاني؟ مع السلامه. يلا. حاضر يا عمي، مش هتشوف وشي تاني. بس انا جيت النهارده عشان اسيب لك اخواتي هنا. خد مين واحنا اللي خلفناهم؟ اصلا انا مش هعرف الاقي حد امنه عليهم غيركم. بابا راح اتجوز واحده تانية بعد ما امي ماتت، وانا طبعا مش هعرف اسيبهم عندهم، ولا هعرف اشيل مسؤوليتهم لوحدي. يا ست امك الله يرحمها، احنا ما نجيبش عيال هنا ولا لناش دعوه بيهم خالص. اتفضلي خدي اخواتك واتكلي على الله. البنات دول وصيه امي الله يرحمها اللي كانت بتخدمكم طول عمرها. وبعدين ده هي ماتت حتى من زعلها على هايدي. عموما يا عمي انا عرفت ان مروان رجع مصر، وهروح انا اقعد عنده، لانه انا وهو سكتنا واحده. وهسيب البنات عندك امانه، يا ريت لو تخلي بالك منهم يا عمي. خلي بالك، خد اخواتك دول واتكل على الله. يلا اطلعوا على فين. يلا تعبت. تعالى يلا بسرعه. زين من هنا. باي تعالى يا عمي. يا سن باي باي يا عمي. ما تنساش تسلم على هايدي وتقول لها تسامحني. انت تعالى بنت. بقول لك يا جداكي، هي دي الفيلا؟ مش عارف، شكلها كده. بقول لك ايه؟ اركن ننزل نسأل. اركن هنا. ما تضيعش وقت. كوريا في دي اللي ما يرحمهاش. اسمع مني، اخر سكه البيت في دي مروان. اركب يلا. خلاص انا وقفني. كوريا جوه يا سوق. الله اعلم كداب، يمكن جاي عشان اي حوار. اسمع لك، كوريا جوه. ابراهيم مروان جوه يا بنت؟ معرفش. ردي عليا، مروان جوه؟ هو انت مراقبني ولا ايه؟ مروان
مروان فين؟ معرفش. طب خليها معاك سوكا بقى لغايه ما نعرف. تعالى يا اموره معايا. سيب انت، اوعى اوعى بس. لو اتكلمت انا بقصد وشي خليك زي وشي. يو بس يا بنت. آسف يا ديما هانم، آسف. معلش معلش آسف. قولي لي بقى كده، هنفضل باصين لبعض كتير؟ تعرف إبراهيم كبدك منين؟ تعرف الواد ابن بطن البقرة ده منين؟ يا بت انتي ايه؟ ما بتخافيش؟ ها؟ أنا ما بخافش إلا من خلقي. منك لله. منك ايه؟ لله. كوريا! مكانك يا كبداكي. كويس يا بت. الله لا 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 لا، ده انتوا طلعتوا معرفه قديمه بقى. ما هي دخلت الشاطر حسن دي عشان يلقي الست الحزن، تبقى الحته بتاعته. يلا حبيبي يلا عشان تموت جنبها حبيبي. يلا بص يا مروان، انا هاخد كوريا وهنخرج. قديم قوي الفيلم ده. تروحي معايا يا بت؟ تمشي ماشي. الف سلام عليك يا كوريا. وانت مالك يا صاحبي؟ ايه ده؟ ايه الدم ده؟ الف الف سلام عليك. خلاص خلاص مالك يا حبيب قلبي؟ مالك يا كوريا؟ خلاص خلاص مفيش حاجه. خلاص في ايه يا كبداكي؟ خرجنا. انت طمن.